انا عايزه اقلع النقاب. طب ما تقلعي. طب ما تنزل. انت مش لابسه هدوم تحت النقاب؟ ايه المشكله؟ برضه انزل. ما تنزل. طب ما تلفي وشك. انا مش باصص لك اصلا. ماليش دعوه، بص للبحر، اديني ظهرك. اه حموده، الشغلانه دي عايزه رجاله، حاسس انها صعب عليك؟ افتح لك وفير حريمي وفكك مني. انا اسمي تبارك. السلام عليكم. الله 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 الله، ازيك يا باشا؟ السويس كلها دورت. ازيك يا متولي؟ ازيك يا دكتوره؟ انت لسه فاكرني؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا دكتوره، ده انسى الناس كلها وما انساكيش. والله وبقيت معلم كبير يا متولي، والنعمه بانت عليك يا باشا. كله من خيرك. بقول لك يا متولي، انا كنت عايزك في مصلحه كده ما حدش يعرف يخلصها غيرك. رقبت يا باشا. مين الصنيوره؟ اسمها لميا توفيق عبد ربه، هي من هنا من السويس، اهلها تقريبا في الكبنون، بس فين بالظبط مش عارف. عايزك تعسلي عليها وتجيب لي قرارها. 24 ساعه الا ربع قرارها يبقى عندك يا باشا. ولا حموده امال انا اسمي تولي؟ جري على عمك حبيش اقول له حضر وليمه حلوه. ها قول له اخو الاستاذ ومراته هنا. فريرة يا ريس. لا لا استنى، وليمه ايه يا عم؟ احنا لسه واصلين ومش لاقيين حتى مكان نقعد فيه. يا نهار اسود يا نهار اسود، ده مكانك موجود ومتوضب بقاله اسبوعين ثلاثه. عيشت يا متولي، بس بقول لك ايه، عايزين مكان كده يكون متداري بعيد عن عيون الناس. موجود يا باشا، بس عليا الطلاق، عليا الطلاق. هنتحرك من هنا الا ما نتغدى سوا. ابو ذنبها ايه وليه بس؟ رحيم رحيم، هناكل يا رحيم، هناكل علشان المدام. اهو اهو ماشي. حموده امر يا ريس. نزل بقيه الاكل والايس بوكس ودخلهم جوه. فنيره عبد الله على السلامه يا باشا. الله يسلمك. دي بقى لمؤاخذه المكنه الخصوصي بتاعك. لا لا انت فاهم غلط يا باشا. عيش يا باشا. متولي حموده هيجي لك كل ست ساعات لو محتاج حاجه، وبعدين العربويه هنا كلهم تبعنا فما تقلقش. ها تعبتك معايا. مش كده يا باشا، سيبك براحتك بقى. اتفضل. اتفضل المفتاح يا باشا. مالك؟ هتستغرب لو قلت لك اني مبسوطه. لا علشان انا كمان مبسوط قوي. هو متولي ده هيعرف يجيب لميا ازاي؟ لا متولي ده ما يغركيش منظره، ده اغنى راجل في السويس، بيشتغل في السمسره، علشان بيحب قعده الشارع والرغي مع خلق الله. زمان صوره لميا موجوده مع الزبالين والسواقين بوابين محصلين النور، مش بعيد على اخر اليوم ليه جايبها وجاي. تمام. جايب ايه هنا؟ ايه جعانة؟ اه ما عرفتش اكل هناك. طب يلا كلي بالهوا والشفا. شكلهم حلو قوي. تفتكري مش ماسك ايديها ليه؟ يمكن يكونوا لسه متعرفين على بعض، او يمكن يكونوا متخانقين، او بيصالحها، او مش يمكن تكون علاقتهم حاجه تانية خالص. زي ايه مثلا؟ يمكن يكونوا بيحبوا بعض بس الدنيا مش مدياهم اي فرصه يقربوا من بعض، فجم هنا بعيد عن عيون الناس. ما دام هم بعيد عن عيون الناس بيوشوشها ليه؟ مش يمكن حاسس انه بعيد عنها فبيحاول يقرب لها باي شكل؟ ما هم اصلا جنب بعض. اه بس من جواهم حاسين انهم بعيد. لو بيحبوا بعض بجد مهما الدنيا بعدين برضه هيفضلوا قريبين. حتى لو عدت سنين كتير؟ حتى لو عدت سنين كتير. لو تفتكر علاقتهم هتوصل لغاية فين؟ لحد ما يكبروا ويعجزوا
وكل حواديت الحب اللي حواليهم هتخلص، لكن حبيتتهم هتفضل مكملة للآخر. حتى لو حد فيهم مات؟ لو حد فيهم مات، اللي مات ده هيفضل عايش جوه التاني. لو التاني مات هيفضلوا عايشين هما الاتنين. ازاي؟ لأن أولادهم وأحفادهم هيفضلوا يحكوا في حكايتهم. بقى أنت ليه بتجيبي سيرة الموت؟ إحنا لسه في الأول. إحنا؟ آه أنا آسف، أنا آسف. قصدي هما. أنت عارف أنا بحب البحر قوي. أنت عارفة إن البحر ده بيفكرني بيكي؟ إزاي؟ لما ببص في عينيك الحنين دول بشوف البحر، ولما بركز قوي بغرق فيه. ايه ده؟ انت بتقول شعر اهو. انا غلطان. ما بهزر. تعال نقوم نتمشى شويه. ايه؟ لسه متضايقة من اللي حصل؟ أنا متضايقة منك أنت. متولي ورجالته أنا ممكن أتوقع منهم التصرفات دي، إنما أنت كنت عايزين أطلع منها الكلام إزاي؟ أطبطب عليها؟ عمرها ما كانت هتتكلم. أنا عارفة لميا كويس، كنت هعرف أخليها تتكلم. أنت مش عارفة حاجة. أنت طيبة زيادة عن اللزوم. أنا ساعات بنسى إنك ليك وش تاني. وش مش بتظهره قدامي؟ وش البلطجة مش كده؟ أيوة الوش ده بالذات. ومين في الدنيا دي ليه وش واحد؟ أنت نفسك وشك مع الطلبة بتوعك غير وشك مع أهلك غير وشك مع أصحابك. ده حتى الواحد بيغير وشه أكتر من مرة في الحبة اللي بيقعدها مع سواق التاكسي. المهم وشك قصاد نفسك ايه؟ وانت عارفاني كويسه ده ليه؟ وعارفه انا ايه؟ للاسف عارفه. اطمنتي؟ شفا حاجة ساعة زمن ونروح لعظمته ويكون جاب لنا قرار العربية. طب اطلع قدامي بالتاكسي. ماشي. رحيم أنا عايزة أشوف ماما. وده وقته؟ أيوه مش بيقول قدامنا ساعة عشان خاطري.